اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ سعودي، مطبخ خليجي، مطبخ من كل الدول العربيه. اكله مشهوره جدا اسمها القرصان. القرصان ده عندنا في الصعيد وفي الريف المصري معروف طبعا في الخليج، ولكن عايزين نترجمه. الاكلات كلها واحد ولكن الاسماء مختلفه. القرصان ده يعني لحم بالخضار بيتحط عليه عجين. العجين ده ممكن يكون خبز البر او خبز القرصان او اي خبز احنا ممكن نعمله في المطبخ عندنا. فمقاديره على الشاشه بسيطه وسهله وفي متناول الجميع، اذا كان لحم ضاني او كندوز بس يفضل يكون ضاني. ومعانا تشكيله من الخضار من خير ارضنا. معانا سلطه الطماطم بالزيتون الاخضر النهارده، دايما الزيتون من الاكلات الصيفيه الحلوه، والصيف مش عايز الطرش اللي فيه ملح كتير. فاستفيدي بالزيتون الملح اللي موجود فيه واعملي طبق مقبلات زي ما عملت البتنجان امبارح، كان طبق لطيف وجميل. فبلاش الطرش في الصيف، طرش ممكن في ايام الشتاء املاح وكده مفيش مشكله. معانا الطماطم النهارده طبق مقبلات لطيف وجميل، ولكن الفراوله بينوبها من الحب جانب عندنا في الفريزر مجمده، واعتقد ان انتوا جمدتوها ونسيتوها. احنا دايما بنشيل مانجا، بنشيل فراوله، بنبقى عايزين في الفواكه وفي الموسم نشيل كل الفواكه في الديب فريزر، وفي الاخر تتزنق جوه في الثلاجه وننساها. طلعي الفراوله اللي عندك واعمليها سموز النهارده على طريقتي، هتعجبك قوي بالصودا، مشروب كده لطيف وجميل بيساعد على الهضم، وفي نفس الوقت كمان الاولاد والاطفال هيحبوه. وتعالوا نعمله كده بافتكاسه وبخبره، نشوف هنعمله ازاي مع نعناع، مع عسل، مع ليمون، حاجه حلوه يعني. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لأكلة عربية لطيفة وجميلة فيها كل العناصر الغذائية اللي ممكن تحلمي بيها، إذا كان بروتين، خضروات، خبز، اسمها القرصان بالخضار. تعلمنا لما نيجي نعمل السموزي بنغير الجلافزات، نغير البنانشة، نغير السكينة، كل الأدوات الشغل بتاعتنا. وتعالوا مع بعض نشوف إزاي نعمل سموزي الفراولة بالصودا. حلو، معانا صودا، معانا التلج مجروش، بتحطي كيسين تلج ميه في التلاجه، طلعيه تكسروهم بالايد بتاعه اللحمه او بمدقه اللحمه اللي عندك سواء خشب سواء الومنيوم، بتكسريهم بيبقى عندك تلج مجروش زي ده كده. ومعانا فراوله، فين الفراوله اهي، ومعانا نعناع، ومعانا عسل. وتعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض كده، مشروب لطيف الاولاد بيحبوه. دي الكوبايات، الله، وناخد التلج، ممكن ننزله كده بمعلقه الايس كريم، جو حر محتاج الحاجات ديت. حلو قوي، انا بحب التلج قوي مع الايه الصودا. معانا فراوله، فراوله ممكن نحطها سليمه لو طالعه من الفريزر او نكسرها بالسكينه، اختياري يعني، بس انا هحطها سليمه لان هي مهريه من التخزين. هينزل الصوص بتاعها كده تحت، شايفين الجو ده كده. النعناع الاخضر الحلو اللي معانا ده كده على البلانشه، شوفوا بلانشه صغيره كده جايبها لتقطيع الفواكه او نعناع، الحاجات الحلوه دي زي ما قلت لحضرتك تبقى موجوده عندك. النعناع الاخضر ده بنكسره بالسكينه كده عشان ناخد الزيوت الطياره اللي موجوده في النعناع، تختلط بسوائل الفراوله، تختلط بالتلج ثم الصودا. طبعا دارين الموقف، ها، مشروب صيفي لطيف وحلو. لسه ما خلصتش يا فندم، اصبر على رزقك. ده نص ليمونه كده حلو، الله عليك يا عم الشيف. يلا ننزل نفتح الصودا. بص بقى اللحظات الجميله، وادعي لقلبك يسلم قلبك. الله الله، شفت الفوران ده؟ شفت الفوران ده؟ هو ده هو ده، سامحني يا ربنا. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الصودا تنزل تديك الطعم كله. ده فوران الليمون مع النعناع مع الفراوله مع التلج، مزيكا.
مشروب حلو صيفي جميل حلو، هتلاقي طعم النعناع، طعم الليمون، فليفر الفراوره، زي ما انت عايز. الف انا وشيف بالشاليمو وقلب الصغير لا يتحمل. هنشيل كل حاجه من هنا وتعال نغرف القرصان بتاعنا الجميل الحلو. ده جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم والله في البيت بقى ممكن الروقان، يعني ممكن احنا نعمله احسن من الشيف، يعني ممكن نعمل كده. انت مش عايز النعناع على الوش؟ عايز كده انت؟ انا عارف. هيجي التلج فوق. انا هعمل لك حاجه حلوه على فكره، انا عارف انك انت بتحبني. ايه يا جو؟ عسل. شفت العسل ده كده؟ يا ويلي، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ معلقه عسل لقيتها في طريقي. مشروب ما كلفش ثلاثة تعريفه والله. شويه فراوله لقيتهم في الثلاجه متخبيين، خدتهم وشويه تلج حطيتهم في الثلاجه ميه، سقعتها تلجت كسرتها بمدقه اللحمه. انا بس بترجم لك اللوغاريتمات اللي انت شايفاها دي. ورقتين نعناع اخضر من حزمه نعناع اخضر من الراجل اللي في الاشاره. حلو، مش هشيلها والله مكانها كده لغايه ما اخلص، واحد تيجي جنبها، واحد ليا واحد ليك. وفي الاخر حطيناهم في كاسه بالشكل الحلو ده كده وقدمناها لحضراتكم. حلو زي الفل. يلا، تفاصيل صغيره دايما بقول على شاشه القناه الاولى، ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكلام ده بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.